أهلا وسهلا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في ثاني فقراتنا لهذا اليوم، فقرة طبية بامتياز. يمكن كل المتابعين لحضرة المساء اعتادوا على وجود الفقرة دي في أمسية الثلاثاء. الطب التكميلي أو الطب البديل يمكن من أنواع العلاجات اللي العدد كبير جدا من الناس بيجوا يفضلوها لأسباب عديدة، منها مثلا يا نشأت إن هي ما عندها آثار جانبية، وكذلك إنه علاجها مضمون. صحيح، وضع طبيعي وزي ما قلت ما عندها آثار جانبية، بالتالي ما بتشكل خطورة على أكيد حياة الناس. أكيد أصبحت هناك كثير من الأدوية إنه عندها مضاعفات وبتسبب أمراض تانية، أكيد فلذلك هو خيار بيبقى جيد أكيد لكثير من الناس. سعيدين جدا عبر هذه المساحة يكون معنا دكتور سيف المكاوي، اختصاص الطب التكميلي وخبير التداوي بالأعشاب. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا أكون معكم في هذه المساحة، إن شاء الله نقضي لحظات طيبة إن شاء الله. نتكلم عن العلاج بالأعشاب والعلاج بالغذاء والماء أولا. طبعا أنا أول شيء يعني أشكركم على هذه المقدمة الطيبة، وهو فعلا الطب البديل الآن ممكن يشكل ثورة، وهذه الثورة هي قادمة لا محالة، لكن هي ليست بمعنى إحلال للطب الحديث أو إصغاط، وإنما العملية تكاملية شمولية، والهدف في النهاية هو الوصول للاستشفاء، تقديم خدمة متميزة للإنسان يمكن يكون بأقل التكاليف، وحتى الأدوية يكون ما عندها يعني سايد افكت أو آثار جانبية. لكن لما نجي نشوف مزاياها أو مزايا التداوي بالطب البديل، هذا النوع من الطب يعني الآن أصبح يشكل قيمة اقتصادية، قيمة علاجية، قيمة تجميلية، وعنده فوائد حتى على مستوى الأفراد، مستوى الجماعات، حتى على مستوى الدولة. فالآن هذه الثقافة لو تفعلت وانتشرت الآن أو استشرت تداوي الأعشاب، خصوصا نحن في السودان يعني بنعالج بنباتات، هذه النباتات ممكن تكون موجودة عندنا، بتقوم زي ما قالوا الجماعة في الخلساي يعني ما بنهتم بها، تقوم بروس، تقوم بروس ساكن. نعم، لكن هذه النباتات إذا يعني دخلت حيز التداوي بشكل جيد، أصبحنا نهتم بها من حيث الزراعة، من حيث التخزين، من حيث العرض، هذه النباتات قد تصبح محصول اقتصادي حتى لو لم يتم تصديره. يعني الآن أمسك عندنا مثلا نبات اسمه السنة المكي، السنة المكي الآن نبات محصول اقتصادي، عندنا كذلك الصمغ محصول اقتصادي، وهكذا كثير من النباتات هي بتشكل قيمة اقتصادية، لكن عايز اهتمام من الدولة. ونحن الآن يعني هو شغل شغل دولة، لكن احنا بنشتغل فيه عشان نوطد لهذا العمل في السودان. نعم، ونرفع من قيمته حتى نلحق بالعالم، لأنه الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اليو اس اي بالذات، يعني في الناس زيل ممكن يكون الطب البديل وصل عندهم مرحلة تفوق الخيال. وأنا من هذه النافذة بناشد الناس، إنه الناس يا أخواننا حقه تكون ثقافة عالية، تدخل النت، تخش اليوتيوب، تشوف الناس زي وصلوا يا مرحلة في هذا النوع من الطب. فالكلام عن الأعشاب كلام جميل، والكلام عن الطب البديل أنه كلمة بديل هي مؤشر لحاجة كانت غايمة، وهي كلمة مفتوحة، يعني ممكن أي حاجة تكون ما ممارسة في الطب الحديث هي ممكن تكون طب بديل. بديل. نعم. والطب البديل عندنا في السودان على رأسه التداوي بالأعشاب. الأعشاب دي الآن أصبحت يعني منتشرة وموجودة وخلقت ضجة وأثارت الرأي العام في السودان. لكن ما أي شخص يمكن تتعامل معه في الأعشاب، وما الناس طوال تخش الوسائط تسمع عن العشبة الفلانية تمشي تشيلها من أي محل تيجي تتعامل بها، لا. هذه الأعشاب هي بتخضع لقوانين كما للطب الحديث من قوانين، ونحن الآن في مركز المكاوي دائما بنتوخى الدقة والحذر في اختيار هذه الأعشاب وتأكيد مضمونه وفعاليته، والشيء اللي بتضمن سلامته بتضمن خيره للناس. يعني أكيد يا دكتور، يعني بشكل كبير الأعشاب دي أو أي دواء يتم استخدامه ويمكن أن يصبح سم، يعني صحيح، فالمقادير وكيفية تركيب هذه الأعشاب تحتاج إلى مختصين. صحيح، أنت قدمت دعوة مفتوحة للناس إنها تشوف، لكن لابد من الرجوع إلى الناس أصحاب الدراية والخبرة. صحيح، حتى يتم من خلالهم يعني حمل هذه الوصفات. بالتأكيد. نعم، بالتأكيد. فنحن الآن زي ما أسلفت لك قبل قليل، طبعا عشان نطمن الناس، يعني الأعشاب هامش السلامة فيها عالي جدا، يعني حتى الإنسان لو يستخدمها زي ما كان بيستخدمه زمان أبهاتنا وحبوباتنا، لكن عشان أنت تصيب الهدف ما نشتغل نفس شغل الجماعات بيتخبطوا،
شختك بختك هاي دي شيء ديني التجريب. ايوه فلازم انت الاعشاب لما تكون مدروسه وتقدم بطريقه علميه والجرعات تكون بمقادير علميه او بطريقه مناسبه بتؤتي اكلها وبتصيب الهدف. عشان كده الناس بقت تستعجل دائما. نحن في السودان بنستعجل غطف الثمار. العلبه دي بتعالجك 200 ومتى وكيف. فالاعشاب انا بقول اذا استخدمت بطريقه صحيحه وبجرعات علميه, ودائما بننصح انه يا اخواننا لازم الاعشاب تكون في شكل ديفايد الدوز, هنا بتكون افيد وانجع وبتعالج اغلب الاشكاليات. فنحن الان المنتجات اللي بنقدمها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى, ما عايزين نبالغ لكن ما ندر زول يجي يتابع معانا ويستخدم هذه المنتجات الا وكانت النتيجه طيبه باذن الله تعالى. جميل جدا. دائما يا دكتور مكاوي بيتكلم عن التداوي بالماء والغذاء, فمحتاجين توضيح او اضاءه حول النقطه. طبعا التداوي بالماء وبالغذاء الطب البديل زي ما انا اسلفت ليكي هو عنده انماط متعدده وعنده افكار متعدده بيعتمد عليها وعنده اساليب معينه عشان يتوصل للشفاء. من ضمن الاساليب هذه التداوي بالغذاء. الان نحن نعتبر هذا الغذاء هو وسيله مساعده او معينه للوصول للاستشفاء. يعني هسه الانسان اذا بقى ما عنده ثقافه عاليه من ناحيه غذائيه, عارف شنو اللي بينفع معه وشنو اللي بيحل له مشكلته وثقافه كيف ياكل ومتى ياكل بما مفعل عنده, حيتواجه في مستقبل ايامه انه شايل لك كيس من الادويه يبلع من ده وينطعم من ده ويتحقن من ده وهكذا. كل ما تكون لك ثقافه غذائيه هذه الثقافه ممكن تشكل وقايه من كل ما يعيق صحه الانسان, وفي نفس الوقت ممكن تعجل من ايام شفائه اذا كان بيعاني من عله مرضيه او مشكله, وفي نفس الوقت ممكن تمد في ايام شبابه وصحته وعافيته وهكذا. التداوي الغذاء حتى الماء, نحن الان بنستخدم الماء الحيوي الماء الممغمط. عندنا بعض الآليات وبعض الطاقات بنضيفها للماء عشان نعالج بها بعض الحالات المعينه. ودي ايضا بندعو الناس ان اخواننا الناس دائما ترجع للماء الحيوي. الماء بتاع الثلاجه والماء بتاع الحياه دي كلها ماء ميت, ما بتكون انت اضفت له طاقه. فكل ما انت اضفت طاقه للماء كل ما رفعت كفاءته, فبالتالي كل التفاعلات اللي بتحصل من الماء ممكن كلها تشكل جزء علاجي وممكن في نفس الوقت تخلص من اغلب المشاكل المتعلقه بصحتنا وعافيتنا. والصحه والعافيه طبعا مطلب كل انسان. نعم. طيب يا دكتور, من خلال ما بتقدموه انتم من خدمات ومن ادويه وعلاجات, هل هناك امراض معينه انتم متخصصين فيها ولا العلاج بالاعشاب عندكم شامل يعني عدد كبير؟ وطبعا انا دائما بميل للتخصصيه يعني في كل شيء بميل للتخصصيه, مع انه الاعشاب هي شموليه يمكن تدخل في اغلب الامراض حتى المستعصيه الاعشاب بتعاليه, لكن دائما نشتغل على المشاكل الماسه وممكن تكون مؤثره على حياه الناس واصبحت تشكل هاجس دائما نشتغل عليها. يعني امثله لك بسيط, مساله تاخر الانجاب. زمان المساله دي ما كانت منتشره بالشكل الان, لكن لانه الان انتشرت المشاكل والاسباب والحاجات اللي ممكن تكون زمان ما كانت متاحه لابائنا السابقين بقت موجوده عندنا. فالناس اللي بيعانوا من تاخر الانجاب بالذات النساء, الان الطب الحديث اثبت انه هنالك 10% او 15% اسباب غير معلومه المصدر. فده هنا برفع من شأن الطب البديل في العملية العلاجية. أيوة. الطب البديل دائما في العملية العلاجية بربط ما بين النفس والجسد. الجانب الروحي جانب مهم جدا. يعني أغلب النساء يمكن تمشي تفحص ولا ما عندك أي حاجة, يعني هي متاحة لعملية الإنجاب صحيح. بدليل كل الفحوصات والنتائج لكن ما بتنجب. فربما يكون في جانب روحي. العين بتدخل على النساء لانه النساء المراه قد تكون يعني تصهر منها بعض الجماليات في اشياء معينه فدي تكون مدعاه للعين فدي السبب لها في عدم الانجاب. لكن احنا دائما ما بنشتغل على المساله دي شديد, بنركز دائما على الفحوصات انه الخواجات بيقولوا ميديكال ويز اوت لاب ات از نوثينج. فاي واحده الان انا بناشد من هذه اللحظه عندها مشاكل بتاع التكيس في المبايض, انسداد في الانابيب, التهابات, مشاكل بتاعت اختلالات في الهرمونات, الدوره ما منتظمه, عندها مشاكل بتاعت بدانة لأنه بالمناسبة البدانة ذاتها هي بتأخر في عملية الحمل. فأنا أزف البشر من هذه اللحظة إنه أي واحد عندها مشكلة في الإنجاب, إخواننا مجمع المكاوي وجد حلول متكاملة لهذه المشاكل, وهذه الحلول تتابع بالنتائج والفحوصات. ده فيما يخص الفيميل النساء. وأي واحد عندها مشكلة لابد تصعب معها ريبورت كامل من الطبيب أو تجينا بالفحوصات, لأنه إحنا ما زي الناس الزمان أنت عندك شنو؟ عندي والله المشكلة الفلانية خلاص خذ هذه العلبة. لا, نحن بيتم تكوين فكرة كاملة عن الشخص
والهيستوري بتاع الحاله بعد ذاك التحاليل قالت شنو وعلى ضوها نصف الدواء. ده فيما يخص النساء. اما فيما يخص الميل او الرجال بالذات في جزئيه مهمه جدا انه يا اخوان اي شخص يتزوج له سنتين ثلاث اربع سنوات ما انجب لابد يمشي يعمل تحليل للسائل المنوي اللي هو السيمينال اناليسيز ويجيب التحليل ده. التحليل ده احنا بنعاين فيه كل الجوانب المتعلقه بالحيوان المنوي اذا اكتمل من حيث الشكل والنمو واللزوجه وكل المشاكل اللي ممكن تؤثر اذا بقت ما في هذا الشخص بيكون متاح لعمليه الانجاب الا اذا اساسا ربنا ما جاي له جسمه صحيح. وده اساسا ما بيكون عنده خلايا في الخصيه تصنع هذه الحيوانات. فنحن عندنا مجموعه متكامله احنا سميناها الحل الامثل لتاخر الانجاب عند الرجال. ما العقم؟ لانه في ناس الان بيقولوا احنا بنعالج العقم والعقم ما بيتعالج لانه ربنا قالوا يجعل من يشاء عقيمه. فدائما نحن نتحاشى هذه الكلمه. لكن الشخص اللي يكون عنده نقص في العدد في النمو في اللزوجه في الشكل في الموتيليتي او الفيسكاسيتي اللي هي اللزوجه عندنا مجموعه كامله، هذه المجموعه بتزيد هذا العدد والحركه والنمو والشكل، بعدين بتعالج اغلب الالتهابات خاصه الناس اللي بيعانوا من الدوالي اللي هي دوالي الخصيتين لانه بتاثر في المصنع في الانتاج. بعدين يا اخواننا الرجل ما عنده عمر انجابي محدد. المراه اساسا ممكن المخزون الطويل ده لما ينفد في سن معينه هي ثاني ما بتكون عندها حظ في الانجاب، لكن الرجل بعكس ممكن الى ان يموت. لكن لو بقت عنده التهابات او تضخم في البروستات وذيلت هذه الغده تاني الله اعلم ينجب، لانه هذه الحيوانات لابد لها لسائل ان تذبح فيه، والغده هي غده البروستات هي اللي بتنتج هذا السائل. دوالي الخصيه ايضا يا اخواننا بيعوق عمليه الانجاب بالنسبه للرجال. كل هذه المسائل مكاوي للاعشاب وجد لها حلول من الطبيعه وحلول امنه والحلول يا اخواننا متاحه، ونحن بفضل الله تعالى هذا العمل او بالذات مساله الانجاب قطعنا فيها مسافه كبيره جدا، ونتمنى الناس يوصلونا عشان نشوفوا هذه الاشياء على ارض الواقع. جميل جدا. نتكلم عن كيفية العلاج، ممكن الإنسان يأخذ شنو عشان يتعالج والمجموعات ذاته؟ طبعا المجموعات هي أغلبها من الأعشاب وكما هو الحال الآن في الصيدليات، يعني ممكن يكون مصادر الأدوية في الصيدلية هي 80% أعشاب صحيح، لكن بنلقاها في شكلها الجميل شكلها الصيدلاني المنمق شكلها أغراس شكلها حبوب شكلها سائل شكلها حقن كده. فنحن عندنا مكملات غذائية، هذه المكملات الغذائية نحن نستخدمها في حالات معينة، عندنا منتجات فيها مضادات حيويه انتي بكتيريا الناس اللي بيكون عندهم مشاكل التهابيه ما. عند النساء الوحده اللي بيكون عندها بدانه، يعني ناس انا لو عايز احل لي مشكله مبايض اتكيست نتيجه لوجود بدانه فلما ندي الهرمون بغادي الهرمون بيكي المشكله. لكن الاعشاب ما بتعمل الكلام ده، الاعشاب بتحرق الوزن الزايد تزيل الدهون اللي بتكون في الحوض وفي نفس الوقت بترفع الخصوبه. ايضا ده بيكون منتج واحد ولا مجموعه بتاعت منتجات بتشتغل مع بعض؟ احنا هي مجموعه بتاعت منتجات بتشتغل مع بعض. يعني امسك لك بسيط كمثال مساله التخصيص، كيف بنعالج نحن الدهون دي كيف بتتم اذابتها في مجمع المكاوي؟ عندنا منتج مكون من الياف طبيعيه، هذه الالياف هي اعشاب لكن الالياف فيها ذايبه بيتم استخدامها دائما قبل الوجبه، الانسان بعديها بيتناول مويه كميه عشان المويه تعمل ضلك مع هذه الالياف. فدي بتشتغل بمثابه السكاكين، تقطع هذه البروتينات ذات السلسله الطويله والدهون والشحوم عشان يسهل الى وحدات يسهل اخراجها، في نفس الوقت بتصغر حجم البطن من الداخل. اثنين في شاهي بنستخدمه بعد الوجبه شواهي عشبيه. هذا الشاهي بيمنع تكون الدهون في الدم، وبساعد في انسياب الدم بصوره صحيحه في الاوعيه الدمويه. الناس اللي بيعانوا من الكوليسترول، بيعانوا من الشحوم، الدهون الثلاثيه، كل المشاكل دي المنتج ده بيتخلص منها. في دهان موضعي هو ده مستخلص من اعشاب طبيعيه. نحن نستخلصه باستخلاص الطرق بتاعت الاستخلاص هي معلومه عندها الاطباء البديل. وده بيتم دهانه على البطن. ده بيشد عضلات البطن، لانه احنا ضد التخصيص المفاجئ، التخصيص المفاجئ يا اما يعمل ترهلات في البدن ويا اما يعمل تكهل. الانسان يشيخ قبل اوانه. فهذه المجموعه بتزيل الدهون والشحوم، ودي بدعوه انه اي زول يا اخوان عنده وزن زايد، مش النساء فقط، حتى الرجال. لما يكون عندهم وزن زايد البطن دي ذاتها ممكن تؤثر في ضبط التستوستيرون عند الرجال، فبالتالي ممكن تؤثر هي ذاتها في عمليه الانجاب، ممكن تعمل مشكله تقلل من الكفاءه الجنسيه عند الرجال. فالحلول دي كلها يا اخواننا متاحه للجنسين رجال ونساء. بعدين حاجات طبيعيه، حاجات امنه، حاجات جميله. انت بتاتي لمؤسسه هي حايزه على ترخيص من المجلس الاعلى للمهن الطبيه والصحيه، يعني الشيء احنا نقدم فيه ده مزول منه تماما، واغلب الناس خاضع للمعايير الصحيه صحيح، يعني كل القوانين اللي ممكن متاحه ويخضع لها هذا النوع من الطب نحن اوفيناها تماما بفضل الله تعالى.
جميل جدا. طب نتكلم عن الجوانب التجميلية، وانت عندكم قسم كامل للتجميل وقسم كامل للعناية بالمرأة. صحيح. طبعا نحن التجميل يعني زي ما بيقولوا جماعية، ناس عندهم حاجة متخصصين فيها زي ما قلت لك قبل شوية. فنحن يعني تخصصنا في التجميل بشكل عام. يعني أي حاجة تحتاج لها المرأة بالذات في هذا العصر نحن دائما بنبحث عنها. فالتجميل عشان نتكلم عنه لابد أن نعرف ما هو الجمال أو الأشياء التي تتعلق بالعملية التجميلية نفسها. أنتوا طبعا عندكم قسم كامل بالتجميل، لكن احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع لك نتكلم عنه باستفاضة أكبر. يمكن حتى تحت الهواء كان الحديث عن الأمراض، وعن أنه أنا ونجأة الاثنين أصحاب غدار فيها. أهلا وسهلا بكل الناس. في علاج السقال للغضروف يعني حاجة مطمنة. طبعا ما دي الحاجة المطمنة أنه معنا دكتور مكاوي، فإحنا الاثنين حنتعالج وحنكون أصحاء، نرجع شباب تاني إن شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور مكاوي أهلا بك من جديد. قبل الفاصل كان حديث عن القسم التجميلي الكبير جدا والمتنوع عندكم في مركز المكاوي، نواصل الحديث اللي بدأناه. طبعا أنا يعني عودة للحديث زي ما قلت لك، التجميل عندنا يعني حاجة مهمة جدا، ودائما نحن بنقول يعني الحمد لله في سوداننا ربنا حبانا بنباتات هي بتشابه الكورتيزون في خواصه التجميلية، لكن ما بكون عندها السايد افكت أو الآثار الجانبية. فالأشياء التي تتعلق بالعملية التجميلية طبعا كثيرة ومتعددة، لكن أنا أيضا زي ما أسلفت يا أخوانا، التغذية الصحيحة، التغذية السليمة والتنمية السليمة والتهوية السليمة، هذه العوامل الإنسان إذا اتبعها في حياته أكيد حتحافظ على صحته وعلى شكله وعلى جماله. لأنه الناس بيفتكروا الآن الوجه ده هو بس تشيل لك أي حاجة تلصق عليه وكده بيديك نتيجة. صحيح. وده عكس الواقع تماما، لأنه فيسيولوجيا الوجه ده يتأثر بكل الأشياء اللي بتحصل للجسم سلبا أو إيجابا. فأنا ما أعرف أبدأ لك من وين، لكن نبدأ من فوق. نبدأ بالتاج اللي هو تاج المرأة بالذات، المسألة المتعلقة بالشعر. كثير من الظواهر السالبة بتحصل الآن عند بعض الفتيات بسبب لهم مشاكل، بعد ذلك بيجونا تاني للحلول. يعني بنجد الصبغة، الاستشوار، المكوى، الفرد، الحياة دي كلها ممكن يكون عندها مشاكل. فأي واحدة طبعا عايزة شعر بشكل معين، بلون معين، شعر يكون ناعم، يكون طويل، مسترسل، السبيبة تكون سميكة، ما في تغصف، ما في تساقط، ما في تجعد، ما في جفاف. أكيد. فدي كلها هي محتاجة لها الفتاة في هذا الزمن. فنحن الآن عندنا مجموعة بتعمل على إزالة الحكة، في ناس بتحكوا طوالي أو القشرة أو الحساسيات الممكن تصيب الفروة أو الحزاز، وكل ما من شأنه يشكل مشكلة كحالة التهابية عندنا له حلول. إذا عندنا مجموعة اسمها مجموعة ملك الزيوت. هذه مجموعة ملك الزيوت دي من فوائدها بتشتغل في التطويل، تساعدنا في تفاعل البصيلة، فبالتالي تتغذى بتنمو بالزيت طولا، وتساعدنا في التنعيم وفي التكثيف وفي التسويد، أنا أيضا هتسويد الشعر، وفي نفس الوقت بتغوي لنا السبيبة، بتشيل لنا، بتوقف التساقط والتغصف. وباختصار شديد ممكن احنا نقول لك الشعر ده اشتغلنا عليه غسيل ومكوى. يعني أي واحدة الآن عندها مشكلة ما عليها إلا تصنف في المحل وتقعد معانا وتشوف منتجاتنا دي، وبإذن الله بتكون مغنية بطريقة طبيعية وآمنة، كل حاجات من الطبيعة. الناس الآن هسه بيستخدموا بعض الزيوت من منطلق الحاجة يقولوها له، مثلا زيت الحبوبة أو فلانة تقول لها اعملي كذي، فهي حاجة قد تناسب إنسان وقد ما تنفع مع شخص تاني.